مرحبا بكم مجددا في برنامجكم ملعب النجوم بعد الفاصل الاشهاري. نرجع لك مباشره سي عبد المجيد القبنتيني. مره اخرى الترجي الرياضي التونسي يعجز على تحقيق الانتصار وهذه المره امام النادي البنزرتي. اولا نحب حتى على علمكم اللي الباساسيون ما بين رئيس النادي وكاردوزو تعدات في احسن ظروف تقريبا في نص ساعه فهموا على كل الجزئيات. ممكن حتى زيدكم نحبكم حاجه اضافه، كاردوزو طلب من السيد حمدي باش يقعد شهر زيد في تونس على اساس مرته باش يجي، وفر له السياره لدمته وشقه معناها مجانا باش يوريك اللي العلاقه، وقالوا راه يقعد باب مفتوح للترجي في مناسبات اخرى. بالنسبه للمقابله فما مشكل اساسي في الترجي التونسي هو مشكل بدني. التحضيرات اللي عملها الترجي التونسي ونحكي برشا من العبيه يقولوا لي نحسوا في المحنه القائد فقال معناها وهذا ظهر. شوفوا احنا حتى في وسط ميدان لعبيه ما تخرجش كوره بسرعه، ما تفهمش هذاك الريتم، ما فهمش ايقاع، يا اما التحضيرات كانت قويه برشا والا التحضيرات كانت ناقصه. والدليل انا يوسف المساكني يوسف البلالي تقريبا زاد 4 ولا 5 كيلو في الميزان، وهذا مش معقول معنا في الترجي التونسي مع التجهيزات اللي موجوده مع المعدين البدنيين باش ملاعبي يزيد في الوزن. هذه حاجه. دونك على المستوى البدني معناها الترجي ماهوش جاهز 100%. وحاجه باهيه اللي جات الفتره هذه خاطر ما جاتش في فتره تاع الشامبيونز ليغ ممكن اذا جات الفتره هذه ممكن تصعب برشا امور. ثاني حاجه فما عامل ذهني وقت يدخل الدوت شويه في بعض الملاعبيه معناها تقريبا حتى شيء ما يولي يمشي، لان ممكن الشخصيه تتفقد شويه وتخلي النتائج كي تبدا نتائج ورا بعضها خايبه الفريق يفقد من الثقه نتاعو. لكن ديما ناخذ من المقابله هذه الاربع درجه الداخليه نتاع الترجي التونسي. الترجي التونسي وقت دخل ساس معناها رودريغيز تقريبا بدا الترجي يلقى في الاليات نتاعو، وشفنا الضغط اللي عمله الترجي التونسي على السلابي وكان يجي يسجل في برشا مناسبات. ما عدا ضربه جزاء اللي ضاعت اي مدافع ولا اي مهاجم يجي يضيع ضربه جزاء، لكن الاربع درجه الاخرين ما همش كما 70 دقيقه اللي لعبتها الترجي، تقريبا 70 دقيقه الترجي لعبت فيها معناها اور سوجي، الاليات نتاع اللعب مفقوده، ما فماش هذاك الريتم، ما فماش الايقاع. اليوم مشكل اساسي في الترجي هو في وسط ميدان. وسط ميدان وقت يبدا عندك ملاعبيه كما شو اسمه عزوني ومعتز الزدام وحسام بقى ما تنجمش تمشي بيه بعيد، علاش؟ لعبية ما تخرجش الكرة، ما عندهاش هذيك الفيزيون نتاع اللعب، ما تزيدش ما تدخلش في 16 متر 50 باش تعمل ان كونتر ان، باش بتعمل لك اكسيون نتاع بونتو، دونك وسط التيران هو ممكن معطل اللعب في الترجي التونسي، مش الهجوم ولا الدفاع، دونك عنده مشكل اساسي في صناعة اللعب، الترجي اليوم يفقد في وسط التيران معناتها ملاعبية اللي تصنع اللعب، وذاك علاش اليوم أصبح مطلب ممكن جماهيري هو أن الساس يلزم يرجع للوسط. ما عادش عنده بقاقرة خلاف الوسط، خاطر هو ممكن عنده الفيزيون، هو اللي يشوف الخير، هو اللي يجم يجي من بعيد ويعمل هذيك الان دو مع رودريغيز. دونك هذا ظهر العيال، موكينا يحتاج باش يكون في الكولودرو يلعب. البلايلي يلزمه ينقص من الوزن نتاعو ويلزمه يرجع فورمته. هذا زاد حاجة مطلوبة معناتها في الترجي التونسي، معناتها بلايلي الناس كل تعرف الملاعب كبير، ملاعب حاسم، لكن لحد الآن مستواه نقص. دونك ما ينجمش بلالي الستاتيو اللي عنده يخول له باش يقعد 4 ماتشات في الحاله هذيك. دونك نتوقع ان الترجي التونسي تقريبا، وانا علاش ذكرت المشكل البدني؟ شوفوا معتز الزدام، معتز الزدام ما عملش بريباراسيون في الاسبيرونس، ما عملهاش. معتز الزدام هو احسن ملاعبي، علاش؟ يحس في روحه خفيف، معناها ما عملش تحضيرات مقارنه بالملاعبيه اللي في الترجي تقال. معتز الزدام في لي دو ماتش هو لي ميور. خاطر ما عملش بريباراسيون، دونك هذا يأكد الكلام اللي يقول فيه على المستوى البدني الترجي التونسي ما قامش بالتحضيرات اللازمة، يا إما قوية ولا ممكن نقص. دونك شو يبقى توا؟ يبقى هو المشكل المدرب. المدرب باش يكون إن شاء الله موجود آخر أسبوع أجنبي، باش يكون موجود تقريبا وقال اختيار المدرب. أعطينا شكون نحتفظ بالاسم نتاعو. أعطينا الجنسية نتاعو. فرنسية. فرنسية. نحاول نحتفظ بالاسم. مدرب في المانيا. نخول مدرب في المانيا زاد. لا في فرنسا في البطوله. مدرب في فرنسا ودرب في المانيا. انا على علمي في البطوله الفرنسيه ان شاء الله الاداره هي تعلن على الاسم نتاعو، لكن مدرب مستوى عالي، مدرب عمل معناتها كارير في فرنسا، دونك وهذا مش مشكل مدرب برك. اليوم زاد الملاعبين الترجي متحملوا مسؤوليتهم. ما تنجمش انت في الترجي ما تكونش عندك شخصيه.
تقول لي عامل مدهني في ماتش في اثنين مش اربع ماتشات ورا بعضهم. معناها اليوم اللاعب لازم تحمس وجهتها، ياك تلعب في الترجي في جمعيه كبيره يلزمك معناها النتائج هذوما مش متعود عليهم الترجي التونسي، مع احتراماتي مع الفرق السابي والمتلوي ومعناتها وسليمان، الترجي وقت يمشي يربح معناتها دي بوان اكي، مع احتراماتي للجمعيات هذوما. اليوم الترجي يلقى في صعوبات كما قلت لك، اليوم فما مشكل اساسي هو مشكل بدني. ان شاء الله في الفتره التريف اللي جايه الترجي التونسي يعاود تحضيراته، يعاود مدرب يجي يدخل دم جديد، وديما نعاود الملاعبيه راهو هما عندهم 70% من المسؤوليه في النتائج هذوما. انيس، هل هناك مشكل ذهني عند لاعب الترجي؟ شوف، عدم انتصار الترجي راهو يرجع للترجي ويرجع للسيابي كذلك، يرجع المنافس يلعب له. سالتك على المستوى الذهني بعد نقول لك الذهني سبب من الاسباب يا صاحبي. الذهني اعطيني السبب لما الساقين ما تجاوبش اكيد المونتال يتمس. اليوم الترجي يبحث عن نفسه، ستة مقابلات مش معقول، الترجي في ستة جولات مازال ما لقاش لي 11 تيب، مازال ما لقاش التشكيله الاساسيه، راهو مش معقول اليوم جوله سادسه. انا نقول لك سمحني، التشكيله موجوده. شوف انا ما قصيتش عليك يا عبد المجيد، خليني مش موجوده، حنقول لك علاش مش موجوده، باش نفسر لك. اي انسان يجي يشوف المعلومات. يا عبد المجيد انا ما قصيتش عليك، خلينا نسمع رايك. مش موجوده التشكيله، مازال ما لقاش تشكيله. تقول لك علاش ما لقاش تشكيله؟ انت تعرف الكولون فيرتبرال في كل جمعيه، تقول لك عندك الراجل توا كولون فيرتبرال مازال ما لقاتوش. علاش ما لقاتوش؟ من لعبت مع الملعب التونسي وسط الميدان اللي هو رمانة الميزان، وسط الميدان لعب شو جرب؟ لعب بالدربالي واولو وتقى، مشى المتلوي لعب كوناتي والعزوني وتقى، مشى جرجيس لعب بزدام واولو وتقى، البارح لعب زدام عزوني تقى. اذا في اربع مقابلات الاخرى ما حدش فيها، كل جمعه كل مباراه يتبدل وسط الميدان، مش تلقى التجانس ومش تلقى التناغم ومش تلقى الريفلكس لروبير، مش تلقاه. خلف هذاك مره يلعب ساس، مره مكونا، مره ما يلعب رودريغيز بون على البنك البارح، مره يلعب كادا، مره يلعب العبدلي، مره يلعب كيباسوي. اذا اليوم التناغم قوه الترجي هي في الريفلكس، وكره يعطيها ما غير ما يغزر ويتعدى وراه. نعرفوهم الميكانيزم والاوتوماتيزم تاع الترجي ما خاش قاعد يشوفوا فيه، لانه التشكيله لا غير مستقره الى حد الان، ما لقاش الاونس تيم مازال يبحث عليه. البارح فما سيابي لعبت مع الترجي، فما مدرب اسمه سامي القفصي لعب بذكاء، خميس باش نعطيه حق الفريق اللي جاء لتونس وعمل تعادل. البارح في بدايه المباراه، اول دقيقه في المباراه، سامي القفصي يطلع البلوك نتاعو ويعمل الضغط العالي على دفاع الترجي. كان تشوفوا كان جات عندنا الصورة، تشوف الكرة في دفاع الترجي باش تخرج باش تخرجها باش تبني الهجمة، يطلعوا محاصرة رسيخة على ثلاثة من لاعبين الوسط باش ما يستلموش الكرة. وبو عليقي على الجهة اليسرى يطلع على رائد بوشنيبة، وعلى الجهة اليمنى كذلك المدافع يطلع على اللاعب الحميدة عزيز القاسمي، فوالا على بن حميده، ما يخلوش يستلم الكره، تتلز الترجي باش تطول الكره. اذا فما قراءه من المدرب سامي القفصي والنادي بن زرتي اللي يعرف يطبق على الاقل خطه تكتيكيه في بدايه المباراه، واللي مش مسموح به في الترجي، واللي تكرر وقلته مره اخرى في كاس افريقيا، اللي دوما تتفك الكره لاعب النادي بن زرتي في الانتقال السريع مضيع الدفاعيه الهجوميه، لمسه اثنين ثلاثه تلقاه في ظهر مريح وتوجاي ويخرج للاعبي وجه لوجه مع مميش. صارت دقيقه لعب البارح كان فكروها بتاع العمري وتصدى لها مميش، ثم تعاود في الشوط الثاني كذلك على العمري وبربوز اللي يطلبوا في الكره في الظهر وياخذها. هذه مش مسموح به في الترجي، لانه في اوقات اخرى لا يقعد تسمح فيها. فما كره باراد نحاها مميش تابوت الشوط الثاني. في الشوط الاول يا صاحبي ما فماش اوتوماتيزم. انا اعطيك حاجه في المباراه كنت تفرجت فيها البارح، تقريبا بين 20 و22 توزيعه الترجي عملها في المباراه الكل، توزيعه بنفس الطريقه، سواء كره ثابته او كره تجري في التيران، لبلال ياخذ كره يوزع، ياخذ كره يوزع، وهذا يستاهل ماموريه الدفاع المتماسك. لعب البارح ثلاثه بصايدي وعلاله وفي راس العكرمي، ثلاثه موجودين، ويقرب لهم بو عليكي ويقرب لهم عزيز القاسمي يوليو خمسه، وتخلص سوكو في الشوط الثاني. اذا ولات كتله دفاعيه تسهيل اللعبه بالتوزيعات. علاش التوزيعات؟ لانه غابت الحلول. مش معقول الترجي يقعد رهين حضور وجاهزيه لبلالي. ترجي ما تخافش على جوار، لابد
انه فما اسلحه هجوميه اخرى، لابد انه فما حلول اخرى في الترجي. اليوم فما مشكل في الظاهرين، ما نحبوش نحكيوا عليه نحكيوا عليه. ما عندكش ظاهرين يعاونوا في التنشيط الهجومي ماهمش قويين. الظهير او العصري يا صاحبي مع احترامي لاي اسم، الظهير العصري لابد يكون اكسبلوزيف، عنده سرعه، عنده المراوغه في الواحد ضد واحد، يعمل اختراقات. اليوم اذا كان عندك ظهير منا ومنا ماهمش قويين في الطلوع ما يعاونوكش، اذا اللعبه ولات واضحه. سكر لك البلوك كما عملت ملعب تونسي لهنا مع الترجي، سكر لك ما عندك منين تدخل. غياب ينساس، انا حاب نقول لك حاجه واحده، نحن فرحنا خلينا نقولوا فرحنا مثالش المتابعين الكوره اللي الترجي شفناها في المباراه الاولى بين ينساس والبلالي، شفنا تجانس، شفنا كوره وتغيير المراكز وفما كوره حلوه وشبابه ولمسه حلوه. البارح ينساس على البنك يلعب بلالي وحده، حتى كي تخلي ينساس في الشوط الثاني يرد ريجيز وتحير اسبيرونس ربع ساعه خرج البلالي، ما شفناهوش مع بعضهم برشا. اذا انت عندك اليوم التريو، عندك ينساس وروديغيز نعرفوا التجانس والتاريخ بيناتهم، وعندك ينساس والبلالي، اذا هذا ما استغليناهوش برشا البارح في الترجي، ما تفرجناش فيه برشا كشوط كامل على الاقل. الترجي مع هذا جهه ضربه جزاء وقت اللي حطت كره لوطه، كان شفته في العمليات قليله حطت فيها كره لوطه ولعبت كره لوطه في ليزانترفال، الترجي خلقت برشا خطر، جاب ضربه جزاء مريح ضايعها وهذا عادي جدا، ونقولوا يا مريح زراسك البارح متاثر برشا عادي ضاعت ضربه جزاء، ثم الكره نحاسها يديه من خط المرمى وشفنا الازدواجيه نتاع توكاي. اذا الترجي راه ماهوش سيء للغايه، ما نحبوش نغمقوا الصوره. الترجي البارح كان ينجم يربح، برافو للنادي البنزرتي اللي تماسك وعرف كيفاش يخرج مباراته لبر الامان، لكن اكيد انا متاكد انه الترجي بمرور الجولات بنشوفوا ترجي اخر، لانه عنده الكاليتي. فما ملاعبيه اليوم لما يكونوا حاضرين خاصه رودريغيز كي يرجع اكتريو رودريغيز ساس، وانا شاطر عبد المجيد في كي قال ساس لازم يكون في الوسط. حاجه اخرى قاعدين نتحلموا منطقه كلمه واحده نتحلموا منطقه تقارى ويصلح ويعطي اكثر كي يمشي على جنابه وعلى اليمين، لانه كي عندك رائد ما يطلعش مليح على الاقل يمشي تقا بالتسربات نتاعو يعاون وقت يدخل ياساس الوسط. اذا الترجي ما خافوش عليه برشا، انا متاكد انه قلت ربي الجولات المقبله باش نشوفوا الترجي خير من هكا. واضح حبيت تعقب على جوست انا قلت راه التشكيله ظاهره، اللي يعرف الكاليتي نتاع لاعبين الترجي التشكيله موجوده حاضره، مي شنو هو لازم تقعد ديما ثابته. المشكل هو برشا التغييرات هذوما يفقدوا في الاوتوماتيزم في الترجي، لان اساس كان الناس الكل فكرت فيه بشي حتى المدرب ما جا وحطوا في بقعته اللي هي في الوسط. عندك موكينا اليوم معناها ان جوار دو كولوار رابيد عنده لي كاليتي بالماتش بالثقه بالوقت ياخذ بالثقه نتاعو. البلايلي راه مش صحيح للترجي يلعب على البلايلي، شفنا الكره تدور